السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان الأخوات، كنتمنى تكونوا في أفضل حال. مبروك النجاح بالنسبة للتلاميذ اللي توفقوا في اجتياز امتحان الوطني، وكنتمنى التوفيق للتلاميذ المستدركين وحظ موفق الراسبين. هذه ماشي نهاية العالم، وإنما هي مرحلة يمر منها الإنسان. بالنسبة للتلاميذ اللي كيشوفوا راسهم أنه ظلموا في عملية التصحيح، كاين مجموعة ديال التلاميذ كيشوف راسه بانه اشتغل مزيان في الامتحان الوطني، ولكن في الاخير كيتفاجئ بالنقطه المتحصل عليها. اليوم غادي نقول لكم اشنو غادي نديروا. اي تلميذ كيشك في النقطه ديالو عنده واحد الامكانيه ديال ما يسمى بالمطالبه باعاده تصحيح الورقه. كيفاش غادي ندير لهاد المساله ديال اعاده تصحيح الورقه؟ ان اردت الذهاب الى مؤسستك والاستشاره مع رئيس المؤسسه فيمكن ذلك، وإذا أردت أن تتوجه مباشرة إلى الجهة المعنية بهذه المسألة وهي الأكاديمية. أي واحد كيخصو يمشي للأكاديمية ويسول تما على المصلحة الخاصة المكلفة بتقديم طلبات إعادة التصحيح. غادي تمشي للأكاديمية، غادي تسول تقول لهم بغيت نعرف في المكتب الخاص بتقديم طلب إعادة تصحيح ورقة الامتحان الوطني، هما ديك الساعة غادي يوجهوك للمكتب الخاص بهذه العملية. لكن الذي يجب أن ننبه إليه هو أن عملية المطالبة بالتصحيح لا يجب أن تتجاوز أسبوعا. احنا شفنا النتائج خرجوا نهار الحد، بمعنى أن آخر أجل بالنسبة للتلاميذ في هذه السنة هو نهار الحد، بمعنى كيخصك أو نقدروا نقولوا نهار الجمعة، علاش ربما نهار السبت يكونوا ما كيخدموش، وبالتالي كيخص التلميذ نهار الجمعة يكون آخر أجل اللي يقدم فيه طلب. إذا هنا كنتمنى نكون فدتكم بهذه المعلومة هذه، كنتمنى التوفيق الجميع. ما بقي لي إلا أن أقول لكم استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.